السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على بعض الاخبار اللي كتهم المنتخب الوطني المغربي من هذاك الفيديو اللي انتشر على المواقع التواصل الاجتماعي ديال رئيس الجامعه فوزي القجاع والجواب ديالو على سؤال قرب عوده حكيم زياش، وايضا غادي نهضروا على موضوع الياس اخوماش وتمثيله لاسود الاطلس والكثير من التفاصيل الهامه. وكالعاده ندخلوا نيشه في الموضوع ونبداو اول مع فيديو فوزي القجاع، بحيث احد انصار اسود الاطلس واللي ظهر في مقطع فيديو مع فوزي القجاع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وطرح عليه سؤال حول عودة نجم تشيلسي الانجليزي قائلا: واش حكيم زياش غادي يجي للمنتخب او لا؟ ليرد عليه فوزي القجاع مبتسما: ان شاء الله. رجع شي تحية نستاهلة. مرحبا. شي تحية نستاهلة. عاش التهلة. عاش نستاهلة. شكرا. زياش جاي ولا من جاي؟ ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. اما الناس اللي كيسولوا دائما علاش الجامعه كتستاين المدرب واحد خليل وزيش حتى يدخل للمغرب عاد تم الاقاله ديالو، شنو السبب اللي منع الاقاله ديالو وهو خارج المغرب؟ ببساطه بعد ما كنت كنبحث على اخر اخبار مدرب واحد خليل وزيش في الصحافه الكرواتيه والبوسنيه، صادفت مع موقع كرواتي وبين قوسين باقيه الاخبار ديال انه من المرشحين لتدريب دينامو زغرب وقرب طرده من المنتخب المغربي متداوله عندهم لحد الان، وكنا تطرقنا لهادشي في السابق بالتفصيل. ولكن المهم في هذا الموقع قالوا انه قانوني ممنوع الإقالة ديالو وهو خارج المغرب، يعني خاصو لابد يدخل المغرب أولا عاد تم الإقالة ديالو بشكل رسمي. وهكاك علاش رئيس الجامعة فوزي القجاع أنه كان كيقول كيساين واحد خليل وزيش يدخل أولا للمغرب وعاد يكون من بعد اجتماع بيناتهم، وكل مؤشرات كتقول أنه غادي يغادر المنتخب إن شاء الله. أما عن إلياس أخوماش فالكثير من الجماهير المغربية ما عجبهاش الحال أو تأسفات فاش شافته بقميص المنتخب الإسباني، ولكن الصحف المحلية قالوا أن إلياس أخوماش في المستقبل غادي يمثل المنتخب المغربي مثل جريدة المنتخب اللي كان عنوانه الخبر كالآتي: الجامعة لم تستسلم في ملف إلياس أخوماش. وفي التفاصيل قالوا بالحرف: علمت المنتخب بأن اللاعب أخوماش سيكون بإمكانه اللعب مع المغرب في الفترة المقبلة، ورغم حضوره مع شبان لاروخا في الوقت الحالي إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد مستجدات في ملفه حيث سيكون قادرا على تمثيل المنتخب المغربي. يعني باختصار أخوماش واخا لعب مع منتخب إسبانيا راه ما كيعنيش أنه حسم القرار ديالو نهائيا، وأصلا هو في السابق عبر على رغبتي باش يلعب مع المنتخب وحتى العائله ديالو طبعا، وكنتمنوا اكيد الخير في المستقبل. ايضا واحد الصوره اثارت الجدل واللي نشرها حكيم الحجوي سفير المغرب لدى المملكه المتحده عبر حسابه الخاص في تويتر، كتجمعوا مع ثلاث لاعبين مغاربه محترفين في انجلترا اضافه الى لاعبه مغربيه واللي عرض عليهم كاملين على مائده الافطار، والامر كيتعلق بكل من غانم سايس لاعب ولفرهامبتون وعمر اللوزة لاعب واتفورد وإليا الشاعر لاعب كوينز باك رينجرز وروزيلا ايان لاعبه توتنهام هوتسبرغ. فالكل بدا كيتسائل طبعا اين هو حكيم زياش، وايضا سبب عدم وجود ادم ماسينا اللي كيلعب مع عمر اللوزة في نفس الفريق. مبدئيا حكيم زياش الغياب ديالو غالبا غادي يكون مرتبط بالمشاكل اللي عنده حاليا مع المنتخب المغربي، او يمكن يكون عنده شي سبب اخر منعه من الحضور. اما ادم ماسينا فهو مسيحي الديانه لذلك ما كانش معاهم على مائده الافطار، وبين قوسين لما كانوش والديه تخلاو عليه في السن الرابعه من عمره كان غادي يكون مسلم، ولكن الظروف هي اللي حكمت عليه بحيث تبناته اسره ايطاليه وطبعا تبع العادات والتقاليد ديالو. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.